يلا مع صاحبك. يقول لك احمد يا يوسف حماده ومحمود يا يوسف. سامعكم يابا. صارت المرأة تنزل وتنهان عشان لقمة الخبز، أولادنا ميتين من الشوع، بيقسم عليهم الرغيف اللي صار ما تطلع. 100,000 طفل بلاقي الله يشرب كوبايه ميه. وش بلاقينا كمان؟ يا ريت بلاقينا ميه كمان. صامدين صامدين. لن نترك الوطن. الله يسعدك. ومن خلفهم سدك، فاخشينهم هم يبصرون.